السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الحلوين، طلابي المجتهدين، معكم أنا المدرسة بيان الأسود. أصدقائي، أنا أيضا رح كون إرثيتكم بكتاب الماتيماتيك، يعني الرياضيات، تمام؟ وإن شاء الله رح نتفق كتير أيضا بهي المادة. موافقين يا حلوين؟ برافو عليكم. الوحدة الأولى ماتيماتيك أظن، يعني الخطوة الأولى إلى الرياضيات، تمام يا حلوين؟ تعالوا نشوف ونبدأ بالدرس الأول اللي هو بعنوان تشفت ليمز، يعني مزرعتنا. تعالوا نشوف يا حلوين شو عم بيقولوا لنا هون. شوفوا هالصورة شو حلوة، صورة مزرعة، ما هيك؟ تعالوا نشوف شو عم بيقولوا لنا. شفت لكتة نيلر غوريورسونوز، ماذا تشاهدون في المزرعة؟ غوردوك لارينيزي أنلطن، يعني اشرحوا ما ترينه. شو شايفين نحن هون بالمزرعة يا حلوين؟ شايفين شجر، شايفين بالشجر في فواكه، شايفين بركة فيها بطاط، شايفين جاجات وديك، شايفين بقرات، شايفين غنمات، ما هيك؟ ايضا شايفين حصان، وشايفين كلب، وشايفين اطفال عم يلعبوا ومبسوطين بالحديقة. ايضا شو كمان شايفين؟ شايفين هذا التراكتور. شو كمان يا حلوين؟ جزع شجرة بالارض. ايضا يا حلوين شو كمان؟ بيت، برافو عليكم. ايضا بقر. هدول بقى يا حلوين بدنا نعدهم وبدنا نقول اسماءهم. موافقين؟ خلونا نبلش. اول شي خلونا نبلش من الشجرات. اول شي شجرة معناها اج. شو معناها اج؟ اج معناها جزرة، عفوا شجرة، تمام؟ رح حطلكم سهم على الكلمة، تمام يا حلوين؟ اج شجرة. طيب اول شي في عنا كم شجرة؟ تعالوا نعدهم. واحد، هي وحدة شجرة، وحدة. اثنين، هي الشجرة الثانية. ثلاثة، هي الشجرة الثلاثة. بير اكي اوج، يعني ثلاث شجرات. اوج كاتش اج فار اوج اوج اج، يعني ثلاث شجرات، تمام؟ خلونا نكتب ثلاثة جنب الاج، بنكتب ثلاثة، تمام يا حلوين؟ طيب تعالوا نعد شو في بقلب الشجرات وشو اسمائهم. موافقين؟ خلونا نشوف. تعالوا نبلش من الشجرة اللي فيها كرز. اول شي الكرز هي كراز. كراز معناها كرز، تمام؟ تعالوا نعد الكرزات. بير اكي اوج دورت بيش الت يدي سكيز، يعني ثمانية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، معناها سكيز. كم؟ سكيز كراز فار. وهي كتبنا ثمانية فوق الكراز، يعني الكرزات. طيب طيب تعالوا نشوف الشجرتين اللي فيهم تفاح. وكل شجرة شقد فيها تفاح، كم تفاحة، تمام؟ كاتب لكم إلما معناها تفاح، تفاح إلما، تمام؟ خلونا نعدهم يا حلوين. بير إكي أوج دورت بيش، الشجرة الأولى فيها بيش، تمام؟ طيب تعالوا نشوف الشجرة الثانية. بير إكي أوج دورت بيش ألت يدي سكيز، أيضا ثمانية.
طيب 8 و5 كمان قديش بيصيروا؟ نعد فوق ال 8 ال 5 سكيز دوكوز اون امبير اون ايكي اون اوج يعني 13 تمام. يعني كم تفاحة تعالوا نكتب فوق الالما 13 تفاحة اون اوج تمام. برافو عليكم. تعالوا نشوف كمان عنا هون في البركة الصغيرة في كم بطة وشو اسماءهم للبطات تمام. اول شي البطة اسمها اردك. شو اسم البطة؟ اردك. برافو عليكم. تعالوا نعدهم كمان للبطات بير اكي اوج اوج اردك فار. يعني في 3 بطات كاتبتلكن هون 3 تمام يا حلوين. طيب تعالوا نشوف كمان الدجاجات. تعالوا نعدهم كمان يا حلوين بير اكي اوج دورت 5 6 7 7 يعني 7 تمام. دجاج طافوك تمام يعني 7 دجاجات. طيب ايضا خلينا نشوف الانك اللي هي البقره تمام. انك بقر تمام بير هي اول بقره اكي تاني بقره. معناها كم بقره في؟ شايفين معي بقره تانيه؟ ما في بس هدول التنتين. خلونا نحط 2 فوق كلمة الإنك اللي هي البقرة. برافو عليكم. طيب في عنا هون بالمزرعة كم كويون؟ كويون معناها خروف. كويون خروف بير إكي بس 2 إذن أيضا إكي كويون فار تمام. برافو عليكم. ايضا شو في عنا كمان؟ قط حصان. قط حصان في عنا قط حصان غير واحد؟ ما في غير واحد. نقول بير قط فار تمام. ايضا كوبيك كلب. كوبيك كلب. كم كلب في عنا ايضا بالمزرعة؟ ما في غير هالكلب الواحد. ايضا بنحط بير كوبيك فار. ايضا تشوكلار اطفال. كم اطفال في؟ ما في غير هدول 2. ايضا منحط 2 تشوكلار فار. سو كويوسو يعني بقر ماء. ايضا ما في غير هاد الواحد. برافو عليكم يا حلوين. ايضا ما في غير هالبيت واحد هون معناها بير اف فار تمام يا حلوين. تمام الفكرة هون يا حلوين انه نحن نعد الاشياء لنعرف اش قد جمعة تمام. مثلا شفنا بالصحن في 4 حبات كراز. كراز مثلا منعدهم 1 2 3 4 بهي الطريقة لنعرف اش قد عدد المجموع تمام يا حلوين. ولهون بكون انتهينا من درس اليوم يا حلوين. وان شاء الله القاكم في الدرس القادم. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.